السلام عليكم. بالنسبة للدرس ديال اليوم غنشوفو أداة البحث. أداة البحث هو تصحيح الأخطاء الإملائية، دونك هادي هي لوبجيكتيف ديال الدرس. كما تتعرفوا أن البحث أو لا غوشيرش ديال لي مو واحد المسألة مهمة بزاف، سيرتو ملي كنبغيو نخدمو لو تكست. مثلا عندنا واحد لو تكست بغينا نقلبو على واحد لو مو، إما باش كنريكتيفيو نموديفيو، اما كن مثلا نغيروا لي الخط او لا نغيروه بشي مو اخر. داك هذه المساله الاولى. كما كتعرفوا كذلك ان الفوتوشوب ما فيش هاد لوبسيون ديال الغوشيرش. مثلا عندك واحد لو دوكيمون، عندك بزاف ديال لاير، كتقلب غير على كلمه باش تشيرشي عليها ما تلقاش، ضروري خصك تمشي تسيليكسيونها وتكون عارفه فين كاينه عاد باش تخدم بها. دونك هنا الا كان عندنا بزاف ديال لو تيكست بغينا نقلبوا على واحد لومو ما تلقاوش. بالنسبه للالستراتور حتى هو نفس الشيء، يعني كل حاجه على شكل دي زوبجي فيكتوريال، يعني ما تقدرش دير ما نقدروش نديرو لي ريغيرش على لي مو. دونك هنا كاينه البوان فور ديال ان ديزاين، اننا نقدروا نقلبوا في لو دوكيمون كامل، اولا نقدروا مثلا عندنا بزاف ديال لي دوكيمون محلولين في ان ديزاين نقدروا نشيرشو فيهم كامل على نفس لومو. داكو ندوزو للبراتيك، نشوف واحد ليكزومبل. مثلا دونك عندي دي تكست هنايا، باش كنجبدو أداة البحث كنوركو على كونترول اف، راه نفس الراكورسي كلافي بالنسبة للناس اللي كيخدمو في الوورد، راه هي ان ديزاين يعني فاند. داك مثلا نقلب على واحد لومو، نقلب على واحد لومو، سيش داكو نتابعو معايا. بالنسبة لا ريشيرش هنا كنقدرو تنقلبو على التكست وعلى جيريب وعلى الجليف وعلى لوبجي، يعني هادو كلهم انواع ديال الغوشيرش. في البدايه حنا نبداو بلو تكست. داكور دونك نكليكي هنايا نتابعو، عندي هنا دون زعما سالات لا غوشيرش، عندي فانت دونك نتابعو معايا مشا سيرش عليها فين كاينه في لاباج 5. دونك نكليكي على فانت نيكست، دونك نتابعو نلقاها عاوتاني في لاباج 6. داكور نكليكي على نيكست فانت تلقى عاوتاني، دونك نتابعو كاين اوتوماتيكمون بحال دابا هنا كاينه في لاباس 7، كاين في لاباس 7. باش كتعرفو شمن باج دائما كتمشيو لهنا كتعرفو شمن باج اللي حط عليها نيكست. دونك هنا تيقولك صافي راه ملقاهاش. مثلا هاد لومو هذا بغينا نريكتيفيو، تنرجعو لبخومييي باج مثلا نزيد ليه واحد الاس الاس يعني كنجي نكتب لومو اللي بغيت نرومبلاسي به. داكا نتابعو معايا هنا كيلقى لومو هنا كيقول لي واش تشونجي، دونك انا شونجيتو نيكست يعني كيلقى عود لومو شونجي. كاين هاد المسألة ونقدر ندير سير بلاص ندير شونجي اول، دونك هنا تعطيك انه لقى جوج رون بلاصا. دونك هنا تيسهل عليك الخدمة، اي مو بغيتي تشونجي سيرتو مثلا بحال دابا في اللغة العربية كاين عندنا دي مو تيكون فيهم الف مقصورة ولا الف ممدودة ولا كتكون فيهم ديك القافية ديالهم في الاخر كتكون مختلفة في الكتابة، كنقدرو نشونجيوها بهاد الطريقة. داك هادي المسألة الأولى. بالنسبة للمسألة الثانية، إما كنشيرشي فهاد لو دوكيمون، يعني هاد دوكيمون يعني هاد لو دوكيمون كامل اللي محلول هنا أول دوكيمون. مثلا كي عندي دي زونغلي محلولين هنايا نقدر نشيرشي فيها كاملين. داك كاينة عاوتاني مسألة أخرى، فاند فورما. داك شنو هي فاند فورما؟ نسيبريمي هادي
اون سيبريمي هادي سيبوزون نجيبو بعد على هادو نقادو هادي ما نخليوش غلطه. نجي نديرها وندير تشينج اول عطاني اربعه جوج الاولين شونجيت مانيال وجوج شونجيت اوتوماتيك صافي ندير كونترول اس. واخا عندي هاد لومو اللي نقلب عليه هو هذا. نجي هنايا هاد لومو بعدا نشوف بعدا اسم البوليس نتابعو معايا نرجع هنايا لا تيست فوالا سميتو يلا هادي البوز ديالو ولا طاي ديالو ترونكس. نجي هنايا غنمشي باسيك كاركتر بازيك كاركتر يلا دونك فيما نلقى هاد الكاركتر اولا البوليس غنجي لهنايا باش غنشونجي غنشونجي مثلا ناخدو اجونسي اي بلو. نقدر نحدد ليه لاطاي تما كانت 30 دير من مثلا هنا 48 داكا غندير هنا اوكي. دونك نتابعو معايا هادي بارمي لي زافونتاج ديال ان ديزاين اننا نقدرو مثلا عندنا واحد البوليس ونشونجيوها بوليس اخرى. علاش فين فين كنحتاجو هاد اللوكا مثلا كما كتعرفوا ان لي بوليس عندهم لي دروا ديالهم يعني عندهم حقوق ديالهم خصك تكون شاري ديك البوليس عاد باش تقدر تخدم بها سيرتو مثلا في فوتوشوب كتبغي كتخدم بها كتري شاري كتخدم بها ولكن ملي كتبغي تخرجها تكسبورتيها تيقول لك لا راه عندك لي دروا يعني الكوبي رايت انها راه خصك تكون مشريه عاد باش تخدم بها. دونك هنا في انديزاين كذلك الا كانت شي بوليس اللي ما مشرياش تعطيك هاد البروبلي انه ما بغيش اكسبورتي لك الفيشي ديالك بي دي اف. دونك هنا شنو تدير تتشونجي البوليس. دونك نديرو هنا فونت نتابعو معايا ندير تشينج نتابعو كيفاش شونجا يعني شونجا لو مون بهاد من هاد لابوليس لهاد لابوليس وبهاد لاطاي نيكست اولا ندير تشينج اول تشينج اول سي بون. كاينه مسألة أخرى عاوتاني بالنسبة لهنايا فين بغيتو يدير لا روشيرش من غير الدوكيمون هنا واش بغينا يخدم في لي لاير لي لاير لي لاير لوكي و لي لاير انفيزيبل هنايا في الماستر بيج وهنايا واش بغيتو يكون مثلا سونسيبل لاكاس ولا لا. بمعنى مثلا فيري ناخد مثلا فيري نقول لي قلبي على فيري غادي يلقاها ماشي جابو خصني نحيد هاد لي كريتير دو روشيرش حيت هو قلب على فيري ولكن ما لقاش بدي فورم دونك ندير فاوند دونك حتى هو لقاها لقاها سي بونزون درت هنا جات درت فيري ولكن لو بروميي لتر ماجيسكيل ندير فاند دونك نتابعو لقاها ولكن الى مشيت درت ليه هنا سونسيبل ا لاكاس ياك سونسيبل ا لاكاس دونك شنو غادي يدير خاصو يقلب لي على هاد فيري في ماجيسكيل ماشي فيري كيما كانت. دونك ندير فاند دونك نتابعو راه ملقاهاش مع العلم انها كاينه. دونك هنا حتى هي من لي زافونتاج ديال ان ديزاين. كاين مسألة اخرى عاوتاني كاين اللي ما تبانش عنده هاد لابارتي هادي ديال لي فورما يقدر يخدم يقدر يكوشي من هنايا مور اوبشن. واخا هادشي بالنسبة لو تيكست راه نشوفو مثلا عندي واحد لوبجي عندي واحد لوبجي وبغيت نشيرشي عليه يعني عندي واحد لوبجي فيه واحد النوع محدد مثلا واحد لو ستيل ولا واحد بغيت نشيرشي عليه يعني ما نشيرشيش غير على التكست
مشينا لأوبجي جابوه معايا. انا ديجا كنت درت دي ريشيرش دي كريتير دو ريشيرش دونك نحيدو. دونك انا كذلك جابو دوكيمون اما لا سيليكسيون ديال واحد لوبجي اولا لو دوكيمون. دوما اختار لو دوكيمون كامل هنايا واش كرا اول استعملو اول يعني هاد لا ريشيرش اللي غدير على سواء كان تكست ولا جرافيك ولا اي فريم داكم استعملو اول. غنمشيو لهنا وناخدو find object format يعني الشكل ديال هاد الشكل ديال هاد لوبجي اللي تنقلبو عليه. دونك تنكليكي هنايا نتابعو لي كريتير هادو لي بازيك اتريبي ديال اي اوبجي يعني هنا ستيل ستيل ديالو حنا شفنا كيفاش كنكريو دي ستيل مثلا ستيل ديال باراغراف ستيل ديال ان تيتر فهمتيني داكو. هنا فيل شنو كتعني فيه هي لو فون. لو فون يعني الوسط ديال لوبجي ستروك ستروك اند كورنر يعني جناب واش مقنت ولا لا تكست انسي دو سويتش داكو. هنايا بالنسبه لي زوبجي لي زيفي مثلا واحد اوبجي فيه ترونسبارونس ولا فيه مثلا واحد شاده واحد الخيال ولا فيه شاده انترن ولا اوتر جلو هادشي كامل يعني دي زيفي على لي زوبجي. دونك حنا نمشيو لواحد المسألة بسيطة اللي نخدمو بها ندير واحد المثال بسيط. نمشي لستروك مثلا هنايا عندي هذا ستروك باش بالبلو سيال. إلا نقول ليه أي واحد عنده ستروك بالبلو سيال داكوغ هنا تقدرو تحدو ليبيسور ديالو شحال وراك لا أوكي. ونجي هنا نقول ليه باش ترابلوسيه ليا مثلا واحد ستروك شوف هنا اش من اللون عندي نقدر نستعمل صفر داك. نتابعو هنا واحد المسألة راه كاين هنا لو فون وكاين لو فيل هنايا. دونك حنا بغينا غير ستروك يكون صفر داك. غنجي هنايا نتابعو ها لوبجي لي تنقلبو عليه ها لوبجي اللي بغينا يتحول له. دونك ندير هنا فاوند دونك نبقى ليا الاولاني شوف ندير تشينج لوبجي الثاني تشينج. دونك هادشي اللي لقى. دونك كيما شفتو اننا نقدروا نشيرشيو على التكست ولا اوبجي كيما كاين بكل سهوله عن طريق اداه البحث اللي كاينه في انديزاين. واخا ندوزو دابا لا كوريكسيون بيان سي تنعرفوا اننا كنخدمو في مجال الطباعه والنشر وان مسألة ديال الكوريكسيون أو الأخطاء الإملائية راه مهمة بزاف. يعني خطأ واحد يخرج في فلاير راه تيكلفك تمن باهظ بيان سير. شكون يتحمل الخطأ نتايا. دونك هنا باش كنإيفيتيو هاد الأخطاء دونك مثلا لا كومبينيزيون كونترول إي داكا تابعو معايا أولا كنمشي إيديسيون وكنمشي سبيلينغ و تنكليكي على تشيك سبيلينغ داك. نتابعو معايا هنا مشى الكومبي هنا تيقولك الكلمة وهنا باش غتشونجيها هنا واش تشونجيها أولا تسكيب يعني دوز. دونك أنا غنشونجي أنا دابا نيتورك معرفاش هاد الكلمة يعني كيقترح لك أنك تكتبها بالماجيسكيل. نيتورك هي سمية اسم دونك سميه دونك كنعرفو ان اي سميه خاص لو بروميي لتر يكون ماجيسكي داكشي علاش دونك هادي ما اعتبرتش اعتبرها ايرور داك. دبل كليك دونك نتابعو ما يمدد دبل كليك اولا كليكيت شنو دار رجعها دار لها التصحيح ديالها كومبين يعني كومبين وكذلك وانا انا تيقترح عليك بعد ما تيقترح عليك 3 4 5 دير اقتراحات دونك شنو هو المو اللي قريب لهذا. دونك ندير تشينج اما تندير دوبل كليك ولا تندير تشينج. جابو معايا هنايا عطاني سبليت ميتريس سبليت ميتريك داكو. دونك انا شنو الاقتراحات اللي عطاني اما ندير بنات متيري ولا ندير كل وحده بوحده داكو. الا كنتو متاكدين من لومو او مثلا باغ اكزومبل تيكون واحد هاد لومو هذا تيكون جديد
اولا تكون اسمية، اسمية اللي ما معروفاش، تقدر دير انيوري. داكو، نتعلمو مي ادورد. نعرفو ان ادورد سمية ديال ان بروغرام ديال جوجل اللي كنديرو بيه لا بيبليسيتي. داكو، دونك ما عرفهاش. كاينه واحد المساله اخرى، الا كنتو غتخدمو بواحد لومو بزاف شنو تديرو؟ كنمشي لواحد سميتها ديكسوناري، يعني ديكسونير، اد تو ديكسوناري، يعني كنأجوتيها في لو ديكسيونير. علاش؟ باش مرة أخرى مي سيليكسيونيش أنها غلط. داكوغ، دونك تنكليكي عليها، دونك هي تأجوتات. هنا كذلك تيقول لي خاص لو بخومي ليتر يكون ماجيسكيل، دير تشينج، هادي حتى هي تشينج. دونك هنا إلي بريفيرال أنكم تبعو هادشي كلمة بكلمة، ما تستعملوش مثلا all ولا change all ولا skip في كل شيء. داكا، كاينه مساله اخرى، هاد الديكسيونير اللي خدامين بيه او لا تصحيح اللي كيبازي عليه هو ديال الانجليش، ديال لونغلي، اللغه الانجليزيه. داكا، دونك ندير سكيب. دونك هنا كذلك لا ريشيرش، اما في ستوري يعني لو دوكيمون. هاد لا ريشيرش هادي تقدر تكون في الدوكيمون، في ستوري يعني مثلا ديك البلاصه اللي خدام فيها، تو اند اند ستوري، اولا سيليكسيون. دونك هنايا تندير دون، ونمشي مثلا ايديسيون سبيلين يوزر ديكسيوناري. يعني هنايا شنو هما لي مو اللي كتعطيتو، تابعو معايا ادوار وفيسبوك. دونك انا كتاجوتيت هاد لي مو باش ميبقاش سيليكسيونيهم راهم غلط. بالنسبة للغة، هاد لي مو تقدرو تاجوتيهم في كاع لي لونغ اللي تيخدم بيهم. داكا، نقدرو اجوتيهم هنا مثلا لومو فيسبوك، دونك نسيبريمي هاد لومو، نموف ونجي مثلا نقولي فين ما تلقى فيسبوك ما تعتبرش ليا كلمة غلطة. دونك لي بريفيرابل انني نستعملها، نتابعو نستعملها في اول لانجويج. داكا، دونك فوالا. دونك لهاد لو مون فيسبوك فين ما غادي يلقاه ما يعتبروش خطأ. بهاد الطريقة غنكونو تعلمنا كيفاش كنأجوتيو لي مون في ديكسيونير ديال ان ديزاين. هنا كذلك وليو باش انني نبقى ناجوتي كل سميه بوحده في الديكسيونير، نقدر امبورتي واحد لا ليست ديمو. مثلا تنكليكي على امبورت، كنمشي مثلا بيهو، نقلب على، كنصيفط واحد الفيشي سميتو سوشيال ميديا ديال اوفرير. تابعو معايا، امبورتا هاد لا ليست كامله. دونك تنكليكي على دون، دونك هاد لومو، هاد لي مو هادو فيما غادي يلقاهم ما يعتبروش دي زيرور. يعني فيما نحتاج واحد الكونتيتي كبيره ديال لي مو اللي بغيت ندخلهم للديكسيونير، يسيف انني نسيزيهم في بلوك نوت ونامبورتيهم. كنتمنى ان الدرس ديال اليوم يكون فيه مزيان، ونتلاقاو في الحصه الجايه.